بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: البدري الموسم المقبل صعب ونخطط للفوز بكل البطولات. جون أنطوي ومحمود عزت خارج حسابات الأهلي. واستبعاد 4 لاعبين من المنتخب. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الموسم القادم صعب على الفريق بكل المقاييس نظرا لحجم الضغوط والتي سوف يعاني منها لكونه بطل لثنائية الدوري وكأس مصر. وأوضح البدري أن الجهاز الفني يخطط للحفاظ على الثنائية والتتويج بكأس السوبر إلى جانب المنافسة على الفوز بلقب بطولة أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية، وأن هذا هو الأمر الطبيعي لنادي الأهلي، وأشار إلى أن التغييرات والتي سوف يشهدها الفريق في الموسم الجديد برحيل عدد من اللاعبين وضم عدد آخر سوف يكون لها تأثير على الشكل العام، إلا أنه شدد على أن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بكل البطولات لتحقيق أهداف مجلس الإدارة وتلبية تطلعات الجماهير. أكد الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري أن غياب اللاعبين الدوليين عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد مؤثر للغاية، خاصة أنهم يمثلون القوام الرئيسي للفريق، وتواجدهم في فترة الإعداد يزيد من نجاحها، وذلك إلى جانب زيادة مساحة الانسجام والتفاهم بين جميع عناصر الفريق. وألمح المدير الفني للفريق إلى أن الجهاز الفني يتفهم بشدة طبيعة المرحلة التي تعيشها الكرة المصرية وحلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم والذي يدعمه النادي الأهلي بقوة، لافتا إلى أن مساندة المنتخب الوطني واجب وطني، وأنه بشكل خاص يتمنى التوفيق لمجموعة اللاعبين الدوليين مع المنتخب. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة الترجي التونسي في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أن الفريقين يملكان عناصر مميزة وخبرات كبيرة إلى جانب الدوافع القوية في التتويج بلقب البطولة. وأشار إلى أن الترجي التونسي فريق يلعب كرة قدم جماعية وقام بتدعيم صفوفه بشكل مناسب، وهو ما ظهر بشكل عملي خلال أول 3 مباريات له في الدوري التونسي والتي حقق خلالها الفوز بأداء قوي. وشدد البدري على أن الأهلي جاهز ويستعد بقوة للمواجهة رغم صعوبتها. حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يبحث عن مدافع قوي للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الفريق. وأوضح البدري أن هناك مفاوضات لضم مدافع قوي ومهاجم أفريقي مميز، خاصة أن الفريق يرغب في ضم مهاجم أفريقي يمتاز بالسرعة ويجيد اللعب على الأطراف.
وأشار البدري إلى أن محمود عزت مدافع فريق سموحة خارج حسابات الجهاز الفني للنادي، وأنه قام بإغلاق ملف المفاوضات معه، وإن التفاوض الآن يجري مع مدافع آخر. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الغاني جون أنتوي خارج حسابات الفريق في المرحلة الحالية، وأن الجهاز الفني يبحث عن التعاقد مع مهاجم بمواصفات جديدة. وأشار البدري إلى أن الفريق يضم 3 لاعبين أجانب وهم التونسي علي معلول ونيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو، إلى جانب البحث عن مهاجم أفريقي جديد للفريق. وشدد البدري على أن هناك معايير محددة يتبعها الجهاز الفني في مسألة التعاقد مع لاعبين جدد. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري ضم أحمد الشيخ وأيمن أشرف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتدريبات الفريق الخميس بعد خروجهما من تشكيلة المنتخب. وينتظم الثنائي في تدريبات الفريق والتي تقام على ملعب التتش الخميس في إطار الاستعداد لبداية الدوري ومباراة الترجي في دور الثمانية الأفريقي. فاز حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلقب أفضل مدرب في استفتاء الأهرام الذي شارك فيه عدد كبير من المحللين والنقاد الرياضيين. وفاز البدري بفارق كبير عن أقرب منافسيه كونه قاد الأهلي وفقا للاستفتاء لتقديم أفضل أداء رياضي خلال الموسم المنتهي. وسوف يتم الإعلان رسميا عن الجائزة خلال الأيام المقبلة مع إقامة احتفالية لتسليم البدري جائزة أفضل مدرب وأفضل أداء رياضي. أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه حاول ضم محمود حسن تريزيجي لاعب الأهلي السابق مرة أخرى بعد رحيله عن صفوف أندرلخت البلجيكي. وقال حسام البدري المدير الفني للفريق أن تريزيجي لاعب مميز ولديه القدرة على العطاء، بل إنه نضج كثيرا ولو عاد لكان بالنسبة لي عنصر مضيف للغاية في صفوف الأهلي، وهذا ما سعينا إليه للحصول على خدماته على سبيل الإعارة أو الشراء. وأتم البدري أن العرض التركي من فريق قاسم باشا جاء في توقيت حاسم لوجهة اللاعب الذي كان يفضل الاستمرار في أوروبا لفترة أخرى، وأتمنى له التوفيق في مشواره الجديد. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للموسم الجديد. وخاض الفريق اليوم تدريباته على فترة واحدة بعدما قرر الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي للاعبين. ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية غدا أمام النصر على ملعب الهدف.
للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة الأهلي. أمير أهلا بك. أمير في البداية هل في أي جديد في تمرين النهاردة؟ اهلا بك يا فيروز واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده اكيد مران مهم بالنسبه للنادي الاهلي والفريق والجهاز الفني، خصوصا ان خلاص فتره الاعداد الهامه جدا بالنسبه للفريق قبل انطلاق بطوله الدوري وقبل المباراه الاكثر اهميه امام فريق ترجي تونس في دوري ابطال افريقيا وبالتحديد في دور الثمانيه من هذه البطوله. بالتالي النهارده تدريبات يمكن بدنيه خفيفه شويه من كابتن حسام البدري وجهازه ومعاون اللاعبين. تدريبات عكس الفترة اللي فاتت يمكن كانت تدريبات بدنية قوية شوية، خصوصا ان اللاعبين كانوا واخدين حوالي اسبوع اجازة، بالتالي كان الجهاز الفني ابتدى باحمال تدريبية عالية ابتدى ينزل فيها تدريجيا بداية من الامس. النهاردة يمكن الاحمال البدنية كانت خفيفة شوية، كان في بعض التدريبات البدنية مع بداية المران تلاها ايضا بعض تدريبات الكرة الخفيفة، ومن ثم ابتدى الجهاز الفني لتقسيم اللاعبين لمجموعتين لعمل تقسيمة بينهم من خلالها يعملوا بعض الجمل التكتيكيه. كابتن حسام البدري كان بيركز عليها النهارده وبالتحديد ايضا التركيز على الضربات الثابته، وده يمكن كان ابرز معالم المران النهارده. لكن طيب جميع اللاعبين في حاله جيده. اتفضل يا فندم. نعم. طب امير طمنا على حاله المصابين. لا يمكن المصابين خلاص كلهم جاهزين، سواء اسلام محارب جونيور اجاييه مؤمن زكريا كلهم جاهزين بشكل جيد النهارده، اشتركوا في المران بشكل كامل جدا وايضا اشتركوا في التقسيمه بكل قوه. اسلام محارب بالتحديد يمكن الكلام عليه كتير في موضوع علام الحده، لا اسلام خلاص بيشارك بقوه في التدريبات النهارده، شارك جيد جدا وايضا شارك في التقسيمه بشكل جيد جدا. نفس الحال بالنسبه لجونيور اجاي ومؤمن زكريا. خليني اقول لك ان بعد المران في بعض التدريبات الاضافيه، خلاص هو المران بيخلص في اللحظات دي يا فيروز، بعد المران كان في بعض التدريبات الاضافيه بالنسبه لوليد سليمان وجونيور اجاي، وبالتحديد جونيور اجاي خصوصا ان هو كان جاي من سفر طويل لما كان اكيد واخد راحه في بلاده في نيجيريا، بالتالي هو رجع في بعض التدريبات الاضافيه ليه اللي بتجرى في هذه اللحظات. لكن بشكل عام كل لاعبي النادي الاهلي هم حوالي 22 لعيب المتواجدين، خصوصا ان في بعض اللاعبين في المنتخبات الوطنيه المختلفه سواء منتخب مصر سواء منتخب المغرب او منتخب تونس بالنسبه لوليد ازار وعلي معلول. فبالتالي ال 22 لعيب اللي موجودين كلهم جاهزين وفي حاله بدنيه وحاله فنيه جيده جدا. بكره ان شاء الله هيكون في مباراه تحضيريه بالنسبه للفريق امام فريق النصر تمام الساعه 5 هنا في ملاعب مشروع الهدف باكتوبر، هتكون اكيد مباراه من خلالها كابتن حسام البدري يقف على مستويات بعض اللاعبين قبل المرحله المهمه المقبله، سواء بدايه من مباراه طلع الجيش بطوله الدوري واللي هيليها طبعا مباراة غاية في الأهمية وكل تركيز الجهاز الفني واللاعبين على هذه المباراة وهي مباراة الترجي التونسي. بالتالي خلاص كل اللاعبين يعني خلاص ابتدوا دخلوا في جو التدريبات بشكل كبير جدا وأصبحوا جاهزين لخوض أي مباراة إن شاء الله بداية من مباراة الغد وهي المباراة الودية أمام فريق النصر المصري هنا في اللي هيشارك بالمناسبة في بطولة الدوري الممتاز الثاني. نعم. أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. الأخبار من جديد، غادرت بعثة المنتخب الوطني ظهر اليوم مطار برج العرب متوجهة إلى أوغندا استعدادا لمواجهة منتخبها بعد غد الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وكان المنتخب قد اختتم تدريباته اليوم الثلاثاء واستغرق المران ساعة وشهد مشاركة 29 لاعب بعد اكتمال صفوف الفريق بانضمام محمد صلاح وعمر جابر وأحمد حسن كوكا لمعسكر المنتخب. قرر الجهاز الفني المنتخب الوطني بقيادة كوبر استبعاد 4 لاعبين وهم محمد عواد، محمود عزت، أيمن أشرف، أحمد الشيخ من البعثة والتي سافرت إلى أوغندا ظهر اليوم استعدادا للقاء المنتخب الأوغندي بعد غد الخميس. وقرر كوبر استحاض 25 لاعبا إلى أوغندا للتركيز معهم بشكل كبير، خاصة وأن المنتخب سيخوض ميران وحيد غدا الأربعاء. you
أكدت مي طه خليل سفيرة مصر في أوغندا أن هناك طاهي لبناني سيتولى مهمة الطعام للمنتخب المصري، مشددة على أن هذا الطاهي يعمل في فندق إقامة المنتخب بأوغندا، فطلبت السفارة أن يتولى مهمة الطهي للفراعنة. وشددت السفيرة أن الملعب والذي يستضيف المباراة هو الأكبر في أوغندا، وأن درجة الحرارة ثابتة طوال الموسم وتتراوح من بين 17 إلى 27 درجة مئوية، وتخشى من سقوط الأمطار فقط. كشف سيوانيانا مدير ملعب استاد نابول في أوغندا استعدادات الملعب لاستقبال مباراة أوغندا ومصر في منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. وقال سيوانيانا في المؤتمر الصحفي والذي عقده أمس الاثنين أن الملعب جاهز لاستضافة المباراة والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ويتصدر المنتخب قمة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين أمام الكونغو وغانا، بينما تحتل أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من تعادل أمام غانا ثم الفوز على الكونغو. الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء تذاكر لقاء العودة بين مصر وأوغندا والمقرر إقامته باستاد برج العرب يوم الثلاثاء المقبل. وخصص الاتحاد منفذين بالقاهرة باستاد القاهرة ونادي الصيد فضلا عن منافذ البيع والمقررة بالإسكندرية. يذكر أن ثمن تذكرة الموحدة ب 75 جنيه والدرجة الأولى ب 200 جنيه، وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى كامبالا اليوم لمواجهة منتخب أوغندا بعد غد الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الضوء على مباراة مصر واوغندا في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تحدي صعب لمصر خارج ارضها، ولكنه فرصة لوضع قدم في كأس العالم روسيا 2018. ويحتل المنتخب المصري المركز الاول بمجموعته برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب الاوغندي برصيد 4 نقاط. اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة بنادي الجزيرة للتصويت على اللائحة الخاصة بالنادي، وتخطى الحضور 10,000 عضو، في حين أن العدد المقرر لاكتمال الجمعية هو 7,500 عضو فقط.
ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف الألعاب الأخرى، حيث ينظم جهاز ألعاب الماب الأهلي دورة تنشيطية ثالثة في سباحة القصيرة وكرة الماء على حمام سباحة الأهلي في مدينة نصر. وتقام البطولة للمراحل السنية مواليد 2007-2008-2009 للوقوف على أرقام السباحين ومتابعة تقدم البرنامج التدريبي لهم. وتقام البطولة على مدار 3 أيام، هي 13 14 و15 سبتمبر من عام 2017 على فترتين. الصباحية تتضمن مباريات كرة الماء والمسائية تتضمن منافسات السباحة القصيرة. وبالعودة من جديد لخبر اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة بنادي الجزيرة للتصويت على اللائحة الخاصة بالنادي، ينضم لنا الآن عبر الهاتف اللواء عاصم عباس رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا بيك، أهلا وسهلا. سيادة اللواء عاصم، يعني عدد كبير 10,000 عضو حضر واكتمل النصاب بزيادة 2000 عضو، هل كنت تتوقع هذا الحضور؟ والله نادي الجزيرة يثبت دايما ان اعضائه حريصين عليه وبيخافوا على مستقبل ناديهم، فكان الامل كبير ان السادة الاعضاء يكونوا متواجدين، لكن الرقم اللي تحقق لغاية دلوقتي وانا بكلم سيادتك هو اللي انا بعتبر ان ده نادي الجزيرة الرياضي فعلا. احنا تقريبا عدينا 17,000 حاضر من عضو ضمن الجمعية العمومية دلوقتي عشان يعبروا عن موافقتهم على اللائحة اللي صفوة من سادة أعضاء النادي من رجال القانون والرياضة حطوها علشان تحقق طموحات النادي وتحقق أهدافه. طيب سيادة اللواء، نعم سيادة اللواء، الحمد لله، اتفضل. نعم، من هي الأسماء اللي شاركت في وضع اللائحة؟ إيه والله إحنا اللجنة القانونية اشتركت مع لجنة رياضية كانت بتضم السيد المستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والسيد المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار خالد القامي رئيس اللجنة القانونية في النادي، والأستاذ حسن عرفة ده كان مدير عام النادي وله سابقة خبرة في الأعمال الإدارية والمالية فدخل بدور كبير. فاللجنة قدمت منتج عرضناه على السادة الأعضاء النادي واديناهم فرصة أسبوع يطلعوا ويقولوا رأيهم إيه في المنتج المقدم من الجمعية من اللجنة. في خلال الأسبوع ده إحنا تقدم لنا حوالي من 40 ل 50 اقتراح وتعليق. اللجنة اجتمعت مرة أخرى وتدرست التعليقات والمقترحات ونفذت حوالي 50% عشان تحقق رغبات وطلبات السادة الأعضاء. نعم. طيب سيادة اللواء، إيه هي النقاط اللي اعترضتم عليها في اللائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة القانونية؟ والله كان في اللجنة الاسترشادية ممكن تعديل اللائحة بمعرفة اللجنة الأولمبية. إحنا عاوزين نحتفظ لنفسنا بحق هذا التعديل طبقا لنصوص حاكمة. اللي لازم يتوفر عدد معين للنصاب
ويوافق عليه عدد معين بعد كده، لكن يبقى الموضوع خارج من الجمعيه العموميه للنادي الجديد. كان فيه في الجمعيه في الدائره الاقتصاديه ليس هناك ما يمنع من انه الحاصلين على المهلات المتوسطه يرشحوا نفسهم ده على عضويه مجلس اداره النادي. الساده الاعضاء هنا وجدوا انه ان هذا الموضوع لا يتناسب مع تاريخ والساده اعضاء نادي الجزيره، عدلناه وشرطنا المؤهل الجامعي المناسب لهذه عضويه مجلس الاداره. كان يجوز في اللائحه الشديه مثلا انه يجوز مد عضويه الاعضاء في مجلس الاداره اكثر من مدتين. رؤي الاكتفاء بمدتين وترك الدماء الجديده تقود تجربه اداره النادي لصالح النادي. نعم. مثلا انا بتكلم على سبيل المثال على نقاط تعرضت لها الجمعيه العموميه اللائحه الجمعيه اللائحه الاسترشاديه عن نعم. طيب سياده اللواء يعني بالاضافه بالاضافه كان في استثناءات في اللائحه الاسترشاديه، لجنه النادي لغت هذه الاستثناءات اكتفاء بتطبيق قواعد العمل. استثناءات زي ايه يا سياده اللواء؟ كان في الالتحاق وفي العشرات العضويه اتلغت كل الاستثناءات وبقى هذا الموضوع واقف على تطبيق القواعد العامه بس. نعم. طيب سياده اللواء كان في اعداد كبيره قوي قبل فتح باب التصويت، ايه رايك في حرص الجمعيه العموميه على المشاركه بالشكل ده؟ اولا حرص الساده الاعضاء على مستقبل ناديهم وتحقيق طموحاتهم. الهدف الرئيسي من التواجد بالمنصب ده ان الساده اعضاء النادي عاوزين يبقى ارادتهم هي اللي بتحقق اهدافهم ومصالحهم. نعم. وده نادي الجزيره فعلا، يعني ده نادي الجزيره دايما هو كده فعلا. نعم. طب سياده اللواء حضر عدد كبير جدا من الاعضاء، كان ايه الترتيبات اللي اتخذها مجلس اداره النادي لتيسير على الاعضاء حضورهم في الجمعيه العموميه والتصويت على اللائحه؟ والله عاوز اقول لك على حاجه، الحقيقه الميعاد كان مش مناسب توكن عام تحقيقه في اغسطس، ولكن ده اعمال قانون، فاحنا الحقيقه بدينا نفكر في توفير كافه وسائل الراحه اللي تحقق هذا للساده الاعضاء. فاتفقنا مع شركه نقل خاصه انها توفر نقل الساده الاعضاء من بيوتهم الى النادي وبالعكس، تخفيفا عن تجمع عدد كبير من السيارات يعطل التدفق وحركه المرور جوه النادي. نعم. اتفقنا مع دار الاوبرا وفرت لنا اماكن انتظار النادي تحمل بتكلفتها، ووفر اربع ميكروباصات مكيفة تنقل السادة الأعضاء من جراج دار الأوبرا اللي هو ما يبعدش كتير عن النادي إلى داخل النادي وبالعكس. نعم نعم. اتفقنا مع شركات إعلانات، وصلت رسائلنا من مجلس الإدارة إلى السادة الأعضاء عن طريق الاس ام اس وعن طريق التواصل الاجتماعي بوكينا. نعم. اتفقنا مع الشركات بتاعت مكيفات جابت لنا مكيفات صحراويه تتناسب مع طبيعه الخيمه اللي بتتسع لحوالي 50,000 عضو، وفرت لنا مناخ مناسب لان سيادتك شايفه شهر اغسطس درجه الحراره بتبقى صعبه مع ارتفاع درجه. نعم سياده اللواء. نعم سياده اللواء عاصم، أكيد كل التوفيق ليك ولمجلس إدارة نادي الجزيرة وأعضائه، أكيد سعيدين بتحقيق الإنجاز ده اكتمال النصاب للجمعية العمومية والتصويت على لائحتها الخاصة. شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. بعد الأخبار من جديد، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر على إقامة بطولة على روح الكابتن هشام منسي مدرب الكاراتيه بالنادي يومي 14 15 و16 سبتمبر المقبل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل تحت عنوان بطولة الوفاء.
ويعد منسي من أبرز المدربين المصريين في السنوات الأخيرة، وحصل على العديد من الميداليات المصرية والأفريقية. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف الدكتور مراد عاصم، رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. دكتور مراد اهلا بيك. اهلا بحضرتك وكل سنه وانتم طيبين، ومبروك عليكم الجمعيه العموميه، وان شاء الله دايما موفقين. احب ابتدي بشكر جزيل لاداره النادي الاهلي ومجلسها ورئيس مجلسها على التخطيط، لانهم لمسه وفاء الحقيقه مؤثرة جدا انهم يقيموا بطولة لتكريم مدرب من ابطال مصر المشهورين جدا في لعبة الكاراتيه. اجراء غير مسبوق وحاجة محترمة جدا، واحنا بنتمنى ان البطولة تخرج بالمظهر اللائق اللي يتناسب مع حجم وتاريخ النادي الاهلي. البطولة دي ان شاء الله تقام يوم 14 و15 و16 سبتمبر القادم. نتوقع حضور كثيف من جميع انحاء الجمهوريه لتكريم المدرب. الو؟ نعم. طيب دكتور، يعني حضرتك انا اصلا ايوه انا معاك دكتور. لا لا انا معاك دكتور. فاحنا بنتمنى ان شاء الله ان البطوله تخرج بالمظهر اللائق وتحقق الهدف منها وتكلل جهود المجلس بالنجاح، وان شاء الله خير باذن الله. طب دكتور، هو نعم. الحقيقه قرارهم مبني على حجم الجهد اللي بينزله جهاز الكاراتيه والنتائج المحققه سواء على المستوى المحلي او الدولي. طيب. نعم، احنا عندنا حجم شغل كبير جدا، واولادنا ما شاء الله متفوقين جدا، فده تصرف طبيعي. طيب دكتور، قبل ما نتكلم عن جهاز الكاراتيه، ايه يعني عايزين تفاصيل اكتر عن البطوله المقامه؟ البطوله المقامه بطوله مفتوحه في جميع الاعمار وفي جميع المسابقات اللي بينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه. المشاركين فيها من جميع انحاء الجمهوريه. المفروض ان باب التسجيل فيها اتفتح النهارده اول يوم. هيغلق يوم الجمعه 8/9 قبل البطوله باسبوع. هتقام في صاله الامير عبد الله الفيصل بالكثيره. على مدار الثلاث ايام. المتوقع ان اليوم ياخد 12 ساعه تقريبا. احنا منتظرين حشد كبير جدا يحضر البطوله دي، ولذلك حددنا موعد الاغلاق قبلها باسبوع. اسره الكاراتيه مرتبطه ببعضها في مصر بوجه عام، مش بس في النادي الاهلي، وده بيخلينا عندنا تفاؤل ان البطوله هتطلع ناجحه جدا، وهتفيد برضه اولادنا لان احنا داخلين على بدايه موسم جديد، فكل الاعمار هيبقى عندها فرصه المشاركه والاحتكاك المناسب. ان دي بطوله هتبقى قويه جدا على مستوى بطولات الجمهوريه ويمكن اقوى منها. نعم. طيب بالحديث عن جهاز الكاراتيه، ايه هي استعدادات الفرق للموسم الجديد؟ لا احنا شغالين من بدري، احنا ما بناخدش اجازه اصلا، احنا بناخد اجازه في امتحانات الجامعات والمدارس. لكن غير كده احنا ما بناخدش اجازه موسميه، بنشتغل 12 شهر، فاحنا على طول شغالين. احنا مقسمين الفرق لاعمار، عاملين لكل عمر منتخب. هذا المنتخب بيتدرب كل الفروع الثلاثه، كل اللاعبين اللي تميزوا فيه بيتقابلوا ثلاث مرات في الاسبوع بخلاف تمريناتهم الاصليه. فالاستعداد ابتدى اوريدي من شهر 6، واحنا على وشك الانتهاء من الاستعداد للمسابقات من خلال برامج تدريبيه فنيه وبدنيه ونفسيه. الولاد بيتمرنوا في الثلاث فروع بالتبادل، وبيتمرنوا مع اكثر من مدرب في وقت واحد عشان ياخدوا اكبر قدر ممكن من الجرعات التدريبيه ومن الخبره. والحقيقه اداره النادي موفره وسائل عديده جدا، ووعدت بانها هترعى ملعب الجزيره في القريب العاجل بوسائل تبريد وزياده حجم المظله حتى يتمكن اعضاء النادي من انهم يجلسوا لمتابعه اولادهم في هدوء وفي جو مناسب. وان شاء الله نتمنى لهم كل الخير ويعملوا اللي بيعملوه كل سنه ويجيبوا لنا كل الدروع وكل الميداليات، لان احنا الحقيقه النتيجه اللي بيحققها اولاد النادي الاهلي في لعبه الكاراتيه
نتيجه ضخمه جدا جدا جدا. احنا السكور بتاعنا اكتر من ضعف المركز الثاني، فدي حاجه الحقيقه ما نقدرش نطمح في اكتر منها، كل اللي نطمح فيه ان احنا نحافظ عليها. نعم دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، اكيد كل التوفيق ليك وللجهاز ولاعبي فريق الكاراتيه، فرق الكاراتيه في جميع الاعمار داخل القلعه الحمراء. شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. جولتنا في الملاعب العالمية، حيث أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الغيني نابي كيتا قادما من صفوف لايبزيج الألمانية في صفقة قياسية قدرت ب 62 مليون دولار. ونشر ليفربول بيانا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله على تواصله لاتفاق بشأن ضم اللاعب صاحب ال 22 عام بداية من الأول من يوليو لعام 2018. وأكد كيتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول سعادته بإبرام الصفقة بصورة رسمية، مؤكدا على رغبته في أن يكون جزء من مشروع الريدز. تقدم مانشستر سيتي بعرض لا يصدق لإغراء أرسنال بالموافقة على سماح للتشيلي أليكسيس سانشيز بالانتقال لصفوفهم خلال الصيف الجاري. ذكرت صحيفة ميرر الإنجليزية أن مانشستر سيتي عرض على أرسنال ضم رحيم ستيرلينج بالإضافة إلى أموال صفقة أليكسيس سانشيز من أجل إغراء الجانرز للموافقة على الصفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية. فكانت إدارة أرسنال قد تمسكت ببقاء أليكسيس سانشيز على الرغم من أنه لم يتبقى سوى سنة واحدة على عقده، ولكن تقارير الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن إدخال ستيرلينج في الصفقة فتح باب المفاوضة بين الفريقين. البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مواطنه فيليب كوتينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي بعدم مغادرة إنجلترا والانتقال لصفوف برشلونة الإسباني. وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، فإن محادثة طويلة جرت بين نيمار وكوتينيو أمس الاثنين خلال تواجدهما بمعسكر منتخب البرازيلي، حيث يواجه الأخير منتخبي الإكوادور وكولومبيا يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الجمهورية. الأهلي يبحث عن الأجنبي الرابع في أدغال أفريقيا. ومن الوفد محاولات لإنهاء أزمة عمومية الأهلي ودية. من الشروق البدري مواجهة الترجي صعبة، ولكن هدفنا اللقب الأفريقي. ومن الدستور الأهلي يبدأ استخراج تأشيرات السفر لتونس.
من الوطن سبورت الشيخ وأيمن ينضمان لمعسكر الأهلي في 6 أكتوبر. من فيتو البدري غياب مروان محسن عن مواجهة الترجي خسارة للأهلي. ومن البوابة نيوز الأهلي يترقب اعتماد الجمعية العمومية لفتح باب الترشح بالانتخابات. وزير الرياضة في الجول محايد في أزمة الأهلي والأولمبية حان وقت كأس العالم. ومن كرة أيمن أشرف الصعود للمونديال أهم من استبعاد. أما من يورو سبورت عربية فهشام حطب في ورطة أمام الأهلي. وقبل ختام من نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 29 أغسطس من عام 2010 الأهلي يتعادل مع شبيبة القبائل الجزائري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دوري الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. أقيمت المباراة على سد القاهرة وسجل للأهلي محمد ناجي جدو في الدقيقة 22 وتعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 29. كرة ممتازة جدا بالراس، كرة بالراس وفرحة واشتعال مدرجات حمراء، 80,000 بالفريق الأحمر يهللون للواحد صفر، خطف التمركز، خطف من الدفاع ينزل. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.